تم استئناف السياحة إلى القاهرة من روسيا من 2018، وتم استئناف السياحة إلى شرم الشيخ والغردقة يوم 9 أغسطس الماضي. فده يعتبر أول لقاء رسمي من فترة مع السلطات الروسية الرسمية المعنية بالسياحة والمعنية بأزمة الكورونا واتحاد الغرف السياحية هناك وأصحاب الشركات وشركات الطيران ومنظمي الرحلات وعدد ضخم جدا من الإعلام الروسي. كان الهدف بشكل أساسي إطلاعهم على الإجراءات الاحترازية اللي بتتم في مصر، والحمد لله هم مطمئنين واطمئنوا على السياح اللي رجعوا من عندنا الحمد لله على مدار الشهر الماضي. طبعا إحنا لسه الأعداد بعيدة جدا عن أعداد السياحة الروسية، ولكن العالم كله حذر في إرسال مواطنين للخارج بصفة عامة، وإن شاء الله بإذن الله يعني إحنا كان هدفنا بس نوري حقيقة. لقيت الـ الـ الانطباع هناك إيه على عودة السياحة؟ لقيت في رغبة، في ترحيب، عندهم ملاحظات؟ لقيت إيه رد الفعل الروسي يعني؟ بصراحة ما فيش ملاحظات خالص، ولا أمنية ولا صحية ولا سياحية الحمد لله، وهم ما كانوش هياخدوا القرار حقيقة طبعا إلا لو كانوا متأكدين إن إجراءاتنا سليمة 100%. كان السؤال الأساسي إيه اللي حصل في مصر في 6 سنين؟ إحنا سيبنا مصر من 2015، فطبعا حصل حاجة كتير جدا، من بنية تحتية قوية، من بنية سياحية، من منتجات سياحية إن شاء الله بنطورها بشكل كبير. كانوا بيتكلموا على الأسعار، كانوا بيتكلموا على الكورونا وطريقة التعامل مع السائحين، والحمد لله هم مطمئنين جدا بإجراءاتنا. فكان هو الهدف من اللقاء إن إحنا بقى نبقى في تعامل مؤسسي مع نظرائنا وتعامل مع شركات الطيران ومنظمي الرحلات والإعلام. يعني عملت عدد ضخم جدا من كل وكالات الأنباء الروسية، يمكن أكثر من 7-8 لقاءات تلفزيونية ومؤتمر صحفي افتراضي. هايل هايل. مصر حضرتك عارف كان لازم نروح لهم وكان لازم نتكلم زي ما عملنا مع الدول التانية كلها، وده سوق مهم بالنسبة لنا، والحمد لله يعني الانطباع إيجابي، وإن شاء الله بإذن الله نعود بالتدريج وتعود السياحة كما كانت بإذن الله وأفضل إن شاء الله. إحنا يعني داخلين على الموسم أهو، يعني المفروض بقى ده الموسم بتاعهم، وكانوا على يعني على مدى سنوات طويلة مش موجودين، ففرصة إنه تنشط كمان شركات السياحة اللي هي بتجلب السياحة لمصر. أخبار دول إيه؟ بالضبط ده كان أنا دول ما قابلتهم بالفعل، يمكن سيادة السفير إيهاب ناصر سافرنا في موسكو في خلال 3 أيام، عمل لي لقاءات مكثفة جدا. أول يوم عمل حفل عشاء جاب فيه أكتر من 60 منظم رحلات إلى مصر، دول أهم ناس هو دول، وعدنا معاهم وعملنا حوار كبير قبل العشاء وبعد العشاء، وسمعوا وكانوا بيتكلموا على حاجات كتير جدا، بيتكلموا على الطاقة الفندقية، بيتكلموا على الأسعار، بيتكلموا على الإجراءات الاحترازية، على البي سي آر، على قواعد الدخول، لو حد تعب لا قدر الله بيتم التعامل معه إزاي. هم دلوقتي لازالت طبعا الأعداد بسيطة في شرم الشيخ والغردقة، ولكن نتمنى بإذن الله وتم التوافق معهم على خطة تدريجية لزيادة الأعداد بالتدريج بإذن الله.